ومنه نتحول إلى زميلنا أحمد عبد الرازق الذي ينضم إلينا أيضا وكالمعتاد من محافظة الغربية ليسلط الضوء على مشروعات أخرى تتم في مدينة من بين مدن محافظة الغربية. تفضل أحمد. تحياتي لك أحمد. ما زلنا في مدينة طنطا والتي تعتبر نقطة انطلاق لكل مدن محافظة الغربية، كما هي أيضا نقطة تلاق للمواصلات والتجارة بين المحافظات المجاورة للغربية. ولأهمية هذه المدينة فقد اهتمت جهاز المدينة بالطرق الداخلة والخارجة من طنطا بينها وبين المحافظات الأخرى. لذلك نقف الآن أثناء العمل أو أثناء عمل جهاز مدينة طنطا في الشارع بالفعل لرفع المخلفات في إحدى الطرق. هذا هو الطريق المؤدي إلى المحلة بامتداد 15 كيلومتر يتم العمل فيه على مراحل، كل مرحلة 5 كيلومترات يتم العمل حاليا. وربما يحدثنا بالمزيد من التفاصيل والمعلومات عن أهمية الطرق التي تربط مدينة طنطا بالمحافظات الأخرى وتطوير وصيانة هذه الطرق التي تخدم بطريقة الحال المشروعات القومية على أطراف هذه المدينة. الأستاذ حسام عبد اللطيف مدير مركز ومدينة طنطا، تحياتي ورحب بك على شاشة إكسترا نيوز، وأطلعنا إذا تفضلت عن ما تقوم به الآن من صيانة هذا الطريق. وقد حدثتنا عن صيانة طرق أخرى تربط طنطا أو الغربية بمحافظات أخرى. تمام، بشكر حضرتك. وإحنا بنرتقي بالطرق العامة في محافظة الغربية، لأن مدينة طنطا زي ما حضرتك عارف هي نقطة ارتكاز لكافة المحافظات. هذا الطريق يربط محافظة الغربية بالدقهلية مرورا بمدينة المحلة بطول 15 كيلومتر، وده يعتبر الطريق الأخير اللي بنرفع كفاته. إحنا قبل كده رفعنا طريق من دفرة من حدود المنوفية حتى طريق اسكندرية اللي هي طريق كفر الزيات مرورا بمدينة طنطا، وكذا الطريق الدولي طنطا وطور كفر الشيخ، ده تنفيذا طبعا لتعليمات معالي السيد الوزير المحافظ الاستاذ الدكتور طارق رحمي. ده اخر طريق بنرتقي فيه، بنرفع المخلفات، بننظف جنب الصدادات، بنشيل الحشائش زي ما حضرتك شايف كده، واي مخلفات هدم تقابلنا جنب السكه الحديد برضو احنا بنشيلها مساهمه مننا في مع وزاره النقل الهيئه العامه للطرق، لان هذه الطرق هي ملك الهيئه العامه للطرق. طيب، بعد الحديث عن الطرق يأتي الحديث عن التصالح على مخالفات البناء وعن مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية والتي ربما بعضها في محيط هذه الطرق التي يتم صيانتها، فكيف تتعاملون مع هذه المخالفات أو هذه التعديات؟ نتعامل مع المخالفات التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في المهد، بوقتها في المهد، إزالة فورية وتحويل المخالف إلى النيابة العسكرية فوراً. أما فيما يتعلق بقانون التصالح فقد صدرت تيسيرات الحمد لله أخيرا من القيادة السياسية، وأردنا الكتاب من السيد وزير التنمية المحلية والسيد الأستاذ الدكتور محافظ الغربية فيما يتعلق بالقرى، لأن أنا عندي 13 وحدة محلية قروية بنتعامل دلوقتي. سعر المتر نزل في التصالح إلى 50 جنيه، وفي حالة قيام المواطن بسداد كامل المبلغ بنديله 25% خصم كمان من القيمة الإجمالية تيسيرا على أهالينا في القرى والريف والنجوع. طيب، يعني بطبيعه الحال هذه الطرق تؤدي الى بعض المشروعات القوميه، ربما منها المجزر الالي بشبشير والمنطقه اللوجستيه بسبربي، يعني حدثنا اذا تفضلت بايجاز عن هذه المشروعات. المشروع المجزر ده مشروع عظيم في محافظه الغربيه، بيخدم محافظه الغربيه ككل باعتماد مالي 40 مليون جنيه، واحنا يعني قطعنا فيه مرحله طويله جدا. لو سيادتك تشرفنا تزوره برضو، حاجه يعني حاجه مبشره وحاجه يعني مشروع ممتاز لخدمه محافظه الغربيه ككل. اما فيما يتعلق في عندي برضو مشروع احلال وتجديد محط انتاج البيض في كفر الشيخ سليم تابع ليها المركز طنطا برضو، وعندي المنطقه اللوجستيه في طريق سيبربي قطور اللي هو الزراعي ده، حاجه برضو يعني دي لتشغيل الشباب في المستقبل وفرص واعده للعمل، ومنطقه على اعلى مستوى سيادتك ممكن تزورها برضو. أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء وهذه المعلومات. إذا هناك العديد من المشروعات التي تزخر بها محافظة الغربية، وربما نتحدث الآن عن هذه المشروعات القائمة في مدينة طنطا تحديدا وعلى مدار اليوم، وربما في الأيام القادمة نتحدث عن مشروعات أخرى في مدن أخرى من مدن محافظة الغربية. أعود إليك مرة أخرى أحمد. الفرصة مواتية لذلك بالطبع على الدوام. أحمد عبد الرازق مراسلنا على الهواء مباشرة من مدينة طنطا من محافظة الغربية تحديدا، الشكر له والشكر لزملائنا المراسلين الذين كانوا معنا وقدموا هذا العمل على مدار هذه الجولة.